التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 10 في المدة من 30 من نوفمبر وحتى 6 من ديسمبر 2020. التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 10. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير دفاع اليونان وممثل وزارة الدفاع القبرصية والفرنسية والإماراتية المرحلة الرئيسية للتدريب المصري اليوناني القبرصي المشترك ميدوزا 10 بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية. بدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات أنور السادات، تتضمن عرض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة. وشهد القائد العام للقوات المسلحة والحضور تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة في التدريب، تضمنت تنفيذ قذف جوي ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرة متعددة المهام، وتنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية، عقبها تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ، وذلك بتنفيذ قفزة صداقة لعناصر المظلات. كما شملت الفعاليات تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، وتنفيذ القوات الخاصة البحرية لعدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلي، أظهرت مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة واقتدار. تلا ذلك تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات، كذلك قيام طائرة الهليكوبتر الهجومي بتقديم الدعم النيراني المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار. واختتمت الأنشطة بتنفيذ تشكيل استعراض بحري جوي بمشاركة عدد من الوحدات البحرية والطائرات المتعددة المهام مختلفة الطرازات من الدول المشاركة تحية للحضور. وكانت المراحل الأولى للتدريب قد تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة، منها اصطفاف العناصر المشاركة بالمناورة،
وتنفيذ المحاضرات النظرية والعملية التي تساهم في توحيد المفاهيم المشتركة للقوات المنفذة، والتدريب المسبق لعناصر القوات الخاصة البحرية، والقيام بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ضد كافة التهديدات، والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوي وتنفيذ طلعات جوية مشتركة للدفاع والهجوم عن الأهداف الحيوية والبحرية، والتي أظهرت قدرة العناصر المشاركة على تنفيذ مهامها بدقة وكفاءة عالية. وفي ختام المرحلة، نقل القائد العام للقوات المسلحة تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على عمق العلاقات العسكرية التي تربط الدول المشاركة، ومشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات التي تتمتع بها كافة العناصر المشاركة في التدريب من أجل أمن واستقرار شرق المتوسط. التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 10.